هذا فر السيد يسكنها هكذا سكنها قريب طاح ولد. والله غنهضروا من قلوبنا ماناش يعني تما نطلبوا يعني الفعاليه فعاليه كي تمد سكنه مد على كاره فهمت طاكش انا نعانيو بزاف والله غير انا نعانيو ها المضره الكبيره لولادنا صغار والفهم يفهم انشغالات هذه طرحناها قدام خطرات جاء البارح الوالي وتكلمت معه انا وحكيت وطرحت الانشغالات كامله تاع الفويت تاع الطريق تاع كلش وحكيت له حتى وهدر هو مع المسؤولين مع تاع لوبي جي وقال لهم اليوم زعما العشرة تجيو لهنا ونتلاقاو ونعطيو لهم لي بروبليم اللي راهم صارين في لا سيتي مالوريزمون ما جاوش ما من الصباح من 8 وحنا نستناو فيهم تفهمنا على العشرة ما جاوش حتى اللحظة هذه رانا نحكيو معاكم وما جاوش لو بروبليم راه مانيش فاهم وكنا نروحوا من قبل ما نطرحوا الانشغال للوالي كنا نروحوا لوبي جي لو ديريكتور تكنيك يقول لنا كل واحد يحكم دارو راكم سوسيال ما تدخلوش في سوق اللي خاطيكم كيما تاع لي باتيمون تاع البي راهم يهبطوا راهم يهبطوا راهم ديروا الشوشي كاع راهم يخدموا قادمين طول اللي في تاع الماء ما عاد ما نهضر لك كل بلاصه تخرج منها قولوا بير زمزم معنا ما نهضروا جماعه تقول لك لا انا في السيد انا باطيمات لي بلوك راهم يهبطوا نقائص الكثيره شوف سرتو لي في تاع الماء عندنا من هيه راك تشوف لهنا راك صورت لقيت الديار تما تاع لي توسي خدموا طاحت بهم ديجا ساكنين خمس شهور كاينين ستة مساك ولا سبعة صار لهم نفس البروبليم رانا نهضروا على النقائص اللي لهنا في البلاصة هذه انا نعانيو من المدرسة الأولى المدرسة رانا ضرينا منها بزاف خاطرش لي واحد يقعد يخاف يواصل ولاداتو احنا كبار ونخافوا ما بالك ولادنا الصغار كاين كحلان فما كاين كلاب الضالة كاين حتى وين الناس ما نعرفوهمش كبار هذا والله ما بالك حتى واش راهو يدير تخاف توصل لابنك ما بالك الطفل الصغير صوت المطر رانا ما نجيبهمش رانا نشوف البطاط تاع الرجال انا هنا مسفرين والمديره وعلى باله رانا شكينا له قالنا زيد انتم روحوا شكيو وهضروا له ولادنا راهي البلاصه هذه واعره نائيه انت راهي واعره وعاد يلاقيوهم لهنا ديجان هكذا ورانا خايفين على بناتنا سيرتو البنات الاولاد الصغار عادوا يعيطوا لهم واحد يقول له روح نعطيك حاجه واحد فهمت اخويا ساعات ما نقدروش والله غير يجي وحدهم عندنا نخافوا عليهم ساعتين ونص واحد على ثلاثه ونص واحد على ربعه بزاف تقعد رايحه جاي بزاف وعندنا احنا نطالبوا بالشكوله نطالبوا يزربوا لنا المدرسه يزربوا لنا بالمدرسه المدرسه والشكوله هذه اللي هنا يزربوا لنا بها نتناو هذا ما كان تاع سنه اولى مسافرين ما نجيبوهمش كي تولي المطر وليداتنا مكرهوا نهار منها نهار الغرقه ما تهدرش والله يا نهار الغرقه ما تهدر غير كل يوم هكذا رانا طالعين هابطين ها زوج كيلو احسب كون تروح تحسبهم زوج كيلو هاري وروتور ما نعرف رانا الحين بالطريقه هذه ها وراي شكون كيما راك تشوف فيها ما تخدمش قاعدين يتفرجوا فينا نورمال واحد ما على بالو بينا شتا والله شتا ما نديهمش شتا ما يروحوش يقراو مره شتا كيما قال واحد كون تشوفها كيف تولي المدرسه راهي المدرسه حابسه طول اشغال راهي متوقفه والولاد راهم يقراو في السفيها تاريخ غير معبد راهم يروحوا بالبوطات يعني هذاك وكاين كي يروحوا الاولاد كاين الكلاب الضاره هذيك اللي هذاك لازم الواحد يوصلهم بالاولياء يخطيو الاباء تاعهم راهم ما يقدروش يروحوا
الجاردان شفتها بيسين يعني الاولاد ما يلعبوش. كما قلت إنارة هي في وزات بلايص تاع الدخله من هي، كون عد واحد يمشي لك ريو ولا غايخاف اي واحد يمشي يخرج الكلاب الضاله. واش راح نقول لك كلاب اي دقيقه يخرج الكلب. انا كبير نقدر نحمي روحي، وطفل صغير كيما هذا يرحم يدي وش راح يخطر، والله ما يقدر يدير حاجه. ليكليراج بيبليك، ليكليراج بيبليك نفس الشيء، شعل لو موت سبتمبر خمس ايام ويحفر. شعل خمس ايام جاو خدموا من هذاك النهار لو بروبليم وراه ما لاباناش. تهضر مع المقاول يقول لك عندكم ليكليراج بيبليك، حنا ما عندناش ليكليراج من سبتمبر، من دوبي تاع سبتمبر ما عندناش ليكليراج بيبليك. منك تشوف لي بوطو ما اكزيستيوش، ما عندناش، ما كانش لي بوطو. في الاو الباروداج ما كانش، الاولاد كون يلعبوا يطيحوا باروداج، راك شفت وصورت ما كانش الباروداج. وثاني الامن، ثاني راه يخص هنا في المنطقه تاع حي عبيد علي. والسلام عليكم.